ضيف فريد نكتة على قناة أنفاس بريس هو رئيس جمعية محبين فريق الوداد البيضاوي بالديار الإيطالية هو السي خالد خالد مرحبا بك مه... على أنفاس بريس مرحبا بيا عندكم وكنشكركم على الضيافة قول لي يا خويا كي جاتك المباراة ديال فريق الوداد البيضاوي هنا في الذهاب بعد النتيجة ديال صفر لصفر واش غتخدم فريق الوداد البيضاوي في, في الإياب عند سان داوس وهي في الحقيقة الجمهور غير راضي غير راضي بهذه النتيجه غير راضي بالمستوى اللي ظهرت به فريق الوداد البيضاوي كنا كنتمناو باش يكون واحد الانتصار ولكن رغم ذلك فالتعادل بالنسبه لي ماشي يعني ماشي هزيمه فهو الشوط الاول داز 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 وكنا كنتمناو الفوز في مدينه الدار البيضاء كاين الرتور كنتمنى يكون الخير كنتمنى من اللعابه ديالنا يلعبوا بقتاليه برجوليه يبلو داك القميص ديال فريق الوداد البيضاوي بعض اللاعبين ما يستاهل في الحقيقه ما يستحقوش انا كنقولها ونعاود نقولها ما يستحقوش في هذا الفريق هذا ما عندهمش المكانه ديالهم حتى في قسم الهواه فما بالك فريق الوداد الوداد البيضاوي الفائز بالالقاب والفائز بالعصبه الاخيره والبطوله كنا كنتمناو الفوز كان واحد التشجيعات كنا بغينا شي فوز ديال جوج او ثلاثه باش نمشيو باريحيه ل الجنوب افريقيا ونلعبوا ونلعبوا مرتاحين ولكن شاء القدر اننا تعادلنا حتى التعادل فهو ماشي هزيمه بقى الكره ملعوبه باقي الماتش ملعوب باقي ممكن اي حاجه ممكن دارك في المقابله ديال الاياب. كيف تشوف دابا الخطة ديال هذا المدرب الجديد، يعني آه واش كتماشى مع فريق الوداد البيضاوي؟ وبالحقيقة في الحقيقة ما غيمكنناش نحكموا على المدرب بمقابلة واحدة، آه فإذا شي أي واحد عطى شي تحكيم على هذا المدرب أو أعطى شي رأي ديالو فهو غيكون مخطئ، لأنه مقابلة واحدة كما كتعرفوا فاللاعبين هما مجتمعين تقريباً أكثر من سنة. يعني جميع هاد المدربين اللي دازو هما متعودين على هاد بحال هاد المقابلات ومتعودين على هاد اللقاءات ومتعودين على لي تاكتيك المدربين كيفاش كيلائموا سواء في الذهاب او في الاياب في الاياب كنتمنى كنتمنى انه الا كانت هذه الخطه فهي مدروسه وكانت كما كنقولوا دعوتنا للوداد وجميع الامهات ديال سواء اللاعبين سواء الجماهير كيدعيو مع الوداد باش بالانتصار كنتمناو نجيبوا انتصار من قلب جنوب افريقيا ولكن من المستحيل ومن المستحيلات ولكن كما اي واحد العاطفه كتغلب علينا الواقع شكل اخر الفريق سان داونز فهو فريق قوي فريق متكامل فريق يعني عنده جميع المقومات ديال الفائز باللقب اللقب هذه السنه والخير داير على ذلك الانتصار ديالو على الاهلي ذهابا وايابا التوقعات ديالك ديال النتيجه شحال الوداد والتوقعات ولا يخرجوا بيلانتيات وانا نبغي الوداد تربح ولكن الواقع شكل اخر الواقع اننا كنتمنى باش يحافظوا على النتيجه ديال 0 0 ويمشوا للاشواط ولما لا ضرب جزاء ومطاع يكون في المستوى ويسد ويصد بعض ضربات الجزاء اللي ولينا دابا حنا معروفين سواء بونو سواء الاشبال الاشبال حتى هما دازوا بالبيلانتيات كنتمنوا باش حتى هو, هو ي... يعطينا الاضافه ويكون في المستوى ويكون الدفاع حتى هو في المستوى باش نجيبو والا جات شي شي هدف ما كرهناش ما انه شي هدف الله و... ونرجعوا في الدفاع ونبقاو محافظين على ذاك الهدف وننتصر ولكن من المستحيلات لانه الواقع كما كنقول لك شكل اخر فهذا خطا ديال السي ناصيري وانا قلتها فاش خسرنا المونديال الوقت اللي كانت انتقالات الشتوية ما جابش اللاعبين نفس اللاعبين والجمهور غير راضي على على الدخول انتدابات. بعد الانتدابات انت... كانت فاشلة وما كانش انتدابات كثيرة كان لعاب أو جوج ما ب... من غير سامبو اللي في الهجوم كان على الأقل يجيب واحد جوج جوج لعابة في وسط الميدان وشي جوج لعابة في الهجوم اللاعبين ما عندناش في الحقيقة ما عندناش هذه السنة فاذا وصلنا حنا تل... النهائي وباقي يمكن على البطولة وباقي عندنا كأس العرش وباقي عندنا كأس العرب فهذا غا من فضل الله سبحانه وتعالى ما غاديش نطلبوا الكثير ولكن كتبقى الحسرة كتبقى الحسرة لأنه لا يعقل أن فايق دا عصبة ودا البطولة العام اللي فات وما مشيتيش جبتي انتدابات الوداد ما مخصوش انت دابا تعدنا غير في المدربين ما كيصلحش هذا المدرب كيكون كي جمهور المدربين دابا الوداد يعني شون جات شحال من مدرب وكان عمو تا دا وجا داك التونسي تا هو النفطي وجا عاوتاني غاريدو دابا عاوتاني هذا فالاخطاء الاخطاء التسييريه العشوائيه ديال النصير دائما دائما كيحملها المدرب ف فيما كيتكلم الاعلام او الجمهور على اداءات المستوى أولى عن نتائج ديال الوداد الا والنصير عنده الحل الوحيد وهو كيجيب كيغير المدرب وهاد والطريقه هذه من شحال هذه عند النصيري كيشنا كل الخير كنتمنوا دعواتنا الفريق الوداد البيضاوي باش يجيب نتيجه افضل ويفرح الشعب البيضاوي ولما الشعب المغربي اجمع رساله للاعبين قبل المباراه ديال الاياب في سان ورسالتي وهو انه ماشي من المستحيلات ماشي صعيب اننا باش ننتصر على فريق ساندونس فالوداد هو الفائز بالعصبه السنه الماضيه الفائز بالبطوله كل شيء ممكن كل شيء ملعوب كل شيء جميع الاحتمالات وارده في هذه المقابله حاجه وحده كنتخوف منها وهو نستقبلوا شي هدف و للدفاع ونستقبلوا شي اهداف اخرى الله يحفظ كنتمنى باش يلعبوا بقيتاليه وبرجوليه كنتمنى باش يعرفوا قيمه دي ديال هذا القميص ديال فريق الوداد البيضاوي ويحموا لنا الوجه ديالنا